بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لكيشان دي يكل دي يقندي يقردي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله واصلنا كون حلقاتنا ولنا حلقاتنا لي وللقابي توغن جارسط أي عقدي جارسط جارد طاعت كمي جارقو إتاخ ورانغن ني عاقبت ورانغن ني اجر وران ورا اردوغن ورا اخروغن ني اخرت ورا اخروغن ني خاتمت ور المنبر تروغن دليل فرسانك ني تلقى بينوغن لين ريكودو مؤلف يسانك ورا ذا يكون غن نجار ورا غش يكون غن نسيا وسان عتنين غابينو غن ناهر ان شاء الله. نسي حسن عدنها ورأي يكون دي مؤلف فمن أطاع فمن أطاعه يعني ان ديسها رودن بن حلقة جابرتل جار خلقهن رزقهن ساكت بلا منينا رسول سأوه ديبنا قابني هن ديبا أبستتي نان فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسلا 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 شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نين لارقن لينري إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله سبحانه وتعالى يقول إن جارسي نجارسي بإتاخ طاعة كميخ لله عز وجل مأواه الجنة فمن أطاعه دخل الجنة. دليل جرب دكنا إن دليل دائما ينقين دليل لا أخوة واسسته أخروق دليل سمع دليل أنقض واسسته إن تقلنا نقل قرآن وحي سنة أخروق لينرها واقع وافقه بريل مبوس وافقه مخلوقات وافقه إعجاز جاروخ سوافقه ان تأمل جاروخ سوافقه مستنكرات جاروخ سوافقه سنعت بريلوانه نين ان دد اختلاف لاني اما نين ليوك لاقش نعصنان اللوم اثبت تقولنا ان قاب جاريو حقيقة آكت ندم بها التزام وانيت قلنا ان حقيقة صرنا دم بي ورنقين ينت لزمه ورنقين ينت الوجبه نين قن ان قاب انجرب سوين ارنو لم جربنا ونكي. الله سبحانه وتعالى يكون ننكوخ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أكد يكون ننكوخ نيسنكنا جاسد أي أخو جنة شاخ نين دليل قن ندل النين فائدة نوهد نكون له إن آية لد إن آية نين لتلد وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يارسوك إتاخ يارس طاعتك ميخ مسارعات خير لأخراس الجنوخ خير لفرق رحمة الشاخ جنة الشاخ يوك. كذلك دليل لغربك ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. كذلك نين دليل جن ويكون قول الله سبحانه وتعالى كذلك ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. الله سبحانه وتعالى نجاس قويته والرسول سير التبعه خشية الشاخ تقوى الشاخ يعني حاجة إساخ نيدي معسي الدين يدي إن عذاب دل ما نقول وقاية إساخ حاجة إساخ ني في هود نيلد كالكالاخ ني في هود نيلد تحسين إساخ إن شاء الله ننقوك تاعتوكن وننقوك جنتوكن يقول الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بس نينك يا حقي جاسي جار طاعت كميخ والرسول صلى الله عليه وسلم طيعه والرسول صلى الله عليه وسلم اتبعه
نين وين جني اكان ورودي حشرت اكون ورودي تواكون ورودي منبر تكون ورودي اكاكون نين اكان يعني انبياء دي صديقين دي شهداء دي صالحين دي وانني جرى اكاها ما شاء الله تبارك الله حسن اولئك رفيقا يعني صالحين جرى اكاها شهداء جرى اكاها صديقين جرى اكاها ناس تتالي رجل رباخ نيد أخرج رباخ نيد تورج رباخ نيد حشر سرج رباخ تعجان خوالين أقلشاخ نتع أسئسانها معناها بإذن الله عز وجل نيسنك ومن أطاع ودخل الجنة نيندن انت عات انجرب دو نيد تتبعوها طاعت لأخوكم إن شاء الله بإذن الله عز وجل إن الجنة النجار وعده لي نيل توق إن شاء الله جارينا دين تريد ناتك جنتها بينات. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نين فوز عظيم نين بواني نجاح فلاح فلان ما شاء الله تبارك الله نجحه فلان فلان اجرده يعني نجاح جار وفقه كله ما نجحه ما دكه جابيته نان كخرا فصلت فصلت دكن ومرحلة دكن فرح ركبو يعني بدر سمون فلان بدر خير فلان اجر دخل يرو ان يعني طاعة جاره دي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دي الفوازق نينجن ان فائزا حقيقي نينجن ان يعني من قلت دكو ان تكح الارقاخ فدر جاره خد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عظيم يعني شيء نيدم وانيقيه بإذن الله عز وجل و دلائل قريهم بك نسرعت نيل قابو ندنبي دينها ومن عصاه دخل النار ونقنيها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث لي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فقيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار رواه البخاري إن أمت ناو جنة توقن ناو جنة توانو إلا نيلاو تقشاخ أولا قن قشاخ ينسى نكا يتعسيخ قشاخ يتعيخ جنة توقن يعني من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار تونا قن معناه دخل نينا جنة لتوق نطاعته نينا لخيل توق لينو جوجن لينو جو خيره لينو جو شره انتن الدنبي ورجع رب دخون كولا اختياري يعني الله سبحانه وتعالى كذلك دليل ان لا خجر بخس والعياذ بالله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يعني جالس عسى ياخذ الرسول صلى الله عليه وسلم تعسى ياخذ محدود نيو عديس اخو نيو حدود دك اخو نيو جند دك اخو نين لاخي اخو قلت شك الا ديبو عذاب مهين يعني ذلة مغضيب اهانة مغضيب عذاب لمن برضك والعياذ بالله ان شاء الله جار قبينة أن عذاب سي وجنتها بينة ندين تدنا قابي ودوا سودت ناتك إن شاء الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إن دروا نينخن ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نين الجنة طول إن لخيقا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الدين هذا فوز فاز كون هو الضلال اللي فرقون كون دلال جوك ديديو يعني دبواني جاو دانتا انسان بداي انسان نهاية كيمي جاو جن والعياذ بالله دلال كامل الرسول صلى الله عليه وسلم طيعها اخدم بي جالسي طيعها اخدم بي نين مشكله قريو شاو ندم بي وريخون إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد جار ورأنك لكم من ورج ربكم من نجار جارين عبدنا الحق عبادة شرك إنك وحده لا شريك له
نجن نفع ونجن درراخ وأن المساجد لا فلا تدعو مع الله أحدا قيو الله سبحانه وتعالى إنما سألتني نين لدقريو دين جربتي رب العالمين نيتعبد نولو وحد نولو شريك إن قد جربك منينا ومأمورين جين نسان عتند ومن أطاع الرسول ووحده ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى بيّن قلنا يعني نيدي لا رجال بلا ملك رجال بلا رسول رجال بلا عبسته يعني انجار ان كلو قلنا ورنغن انجار غسو الله ورنغن نين كو دليل دغ ان خندي بو الله سبحانه وتعالى اي شيء هياخذ مننا نصر عز سقاخ الله يا ندم بمعناه ان رضي الله ان اي سعجر حرم خلو جار غش خلو جار غش خلو دغنا سغلو نيس كور قالو نيس نها بقال ياخذنا قران لدليل لي معناه غش كله ورانا ان كلو كنا خير دي ان كلو كنا دليل بكون قولني رايكون ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الله سبحانه وتعالى ورأن كلاكم قلنا يند كفر زكوش أقول لك خير طاعسي لكن أدام أكفرا أن الله قني حميد لا نضره شيء لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعاصي. الله غني معصية تردرر له طاعة ترنفع له الله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء لكن الله سبحانه وتعالى إن أولياء نيود إن عباد نيود إن كفر رضايا لقلهم ولن نقول رضايا حقلهم نشكر الله سبحانه وتعالى وإن تشكروا يرضه لكم نشكر على نعمة العافية والصحة والإيمان والإحسان والإسلام والخلقة والذرية والعافية والبصر والسمع إن جار وإن ناتك شكري جرب دك النامين سمع دي ين عيل دي ين أبدي ندق بناخو بينا لان قدي ين قدرني دواسنا وبوم ني خلقتنا واخونا ندينا واخونا ناسلامنا واخونا نين ناو شكو جلب كلهم نين الله سبحانه وتعالى رضيا كلور إن كلا كلور جربوا كلور ندم وراء يقولنا سيخوري أن من أطاع الرسول ووحده ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى إن آية قبل شوية قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.